واحد من أكبر اليوتيوبرز الأمريكان اسمه فاني مايك، عنده أكثر من 20 مليون متابع على السوشيال ميديا. هو صديق سلام القديم، واليوم رايحين نزوره ونقضي معاه شوية وقت ونشوف مكان شغله وتصويره والويرهاوس اللي اشتراه، كيف كانت حياته قبل اليوتيوب، كيف صارت بعدها، وكيف بلش انطلاقته فيها. كان فقير يا جماعة جدا، من ولاية لويزيانا، وكان بقول لك أنا كنت متعود على السرقة، وكنت متعود على النصب والاحتيال والأمور هاي. Dirty, who are you born my meat؟ يا اخوانا لما احكي لكم انه دخل الاجانب دائما بيكون اعلى من دخل العرب، في شيء على اليوتيوب اسمه الار بي ام. السلام عليكم يا شعب العربي العظيم، ويا اهلا وسهلا بفيديو جديد. اذكروا يا جماعه الخير وصلوا على النبي. خلينا نبلش فيديو اليوم. فيديو اليوم انا بتحمس له اكثر منكم يا جماعه، يعني انتوا راح تشوفوا اليوم فيديو انه جهاد حاب يشوف هذا المكان. طيب شو هذا المكان يا جهاد؟ رايحين يا جماعه اليوم على وير هاوس ليوتيوبر امريكي جدا جدا مشهور، عنده ملايين المتابعين. ودائما انا بحكي لكم يا جماعه انه دخل اليوتيوبر الاجنبي 4 أضعاف دخل اليوتيوبر العربي، يعني اذا انا مثلا دخلي 100,000 سنويا مثلا، دقيقة لا انت بتصدقوا هسا، مثلا دخلي 1000 سنويا اضرب 4 أضعاف، يعني 4000 دولار بيكون دخله السنوي. شوفوا السيارة هاي، شوفوا everything bigger in Texas، والله everything bigger in Texas. هاي الدبابة طلع عرض العجال اللي عندها كيف مان، no way هذا بيمزح. جاهز؟ ايش قلت لي عنها يا سلام هاي؟ احذروا قديش سعرها. هاي يا جماعة احذروا قديش سعرها، سلام من عشاق الأسود، شوفوا من ورا كيف، اعرفوا لي يا جماعة قديش سعرها، بتعطيكم 3 خيارات، 20 دولار، 30، 50 دولار، 200 دولار، 500 دولار. أربع خيارات يا عم، اختاروا قد السعر. هاي أنا ما شاء الله بيت سلام، إن شاء الله في المستقبل يعملكم فيه جولة كاملة، أوكي؟ هيطلعنا يا جماعة. فهاي السيارة هي أسكليت 2022، سيارة يا جماعة ما شاء الله عليها فخمة جدا. هاي فيها كاميرا أمامية بتصور، وهاي المراية كاميرا خلفية، يعني مش عبارة عن مراية، عبارة عن كاميرا بتصور لك لورا. Everything bigger in Texas، حتى شوفوا قطرات الشتاء كيف تلاقيها كبيرة ثقيلة يا جماعة. طريق قدامك يا دوب انك شايف فيه، ما شاء الله ما شاء الله. فجأة شتت، كانت شمس قبل شوي، فجأة صارت تشتي. فرجينا هلا شو كمان عنده. The studio, you know, rap, we rap all day. So tell them, man. Yeah. We don't use that paper. Hey, get it up, hold up, get it up. Tell me, get in the booth, rap. Show us what you got. Yeah, let me hear you freestyle. يا جماعة يا جماعة هدول بغنوا كمان، مش بس بعمل يوتيوب. غني. اوكي كتب حياتي يا وين. Yeah. All right. شوف we got the trampoline. The ball pit we never filled up. Oh no, man. Whoa! Go in. How long you been playing basketball? Let me see your shot. Go ahead. Oh no no no! Go ahead. Oh no no. Okay. No. Uh-oh. Oh. It's not popular. Game in our country. Yeah. The popular game is soccer. Oh, I'll play that. Yeah. I could have went, but my leg got broken. Hey, get up now. Let's go. Woo! شوفوا يا جماعة شوفوا. العب. سلام. My boy in jeans. Yeah, no problem. Go ahead. Go. No! You know what I'm saying? I'm smiling. If Tori would have fell on him, he probably would have been a pancake. اوكي يا جماعة، هذا الشاب اسمه فاني مايك، هو يوتيوبر امريكي، كان فقير يا جماعة جدا، من ولاية لويزيانا، وكان بقول لك انا كنت متعود على السرقة، وكنت متعود على النصب والاحتيال والامور هاي. ففي يوم من الايام رفعت فيديو على الفيسبوك، وسبحان الله حياته تغيرت كاملة بعد هذا الفيديو. هلا الان عنده هذا الوير هاوس زي مستودع كبير عايش فيه، وصل لمرحلة انه يعمل غرف، هاي الغرف للاطفال اللي وضعهم المادي جدا سيء، بجيبهم هون بخليهم يعملوا فيديوز على اليوتيوب، وبرفع لهم الفيديوهات وبدير قنواتهم على اليوتيوب،
وهو بياخذ نسبه وبيعطي الاطفال نسبه، يعني شغل وفائده للناس الثانيين. What did you think your video? Momo. It's good. Senpai, senpai. Best editor ever. Is it? Momo, right? Yeah, Momo. وهون قررنا نعمل تحدي بين العربي والإنجليزي بينه وبين مايك. هو يحكي جملة وأنا أحاول أكررها، وأنا أحكي جملة وهو يكررها. فخلينا نشوف شو صار. Mike, I want you to tell him five different words. Let's see if he can pronounce them correctly. Can we put it in a sentence? It'd be more funny. Okay. My English is good, huh? Help me, salam. I'm focusing on Muzeski. Oh, I'm focusing on Muzeski. No. Would y'all say you got it right? Yeah. I can't get jiggy with this shit. Okay, so that's what? 3 out of 5? Yeah. What would y'all give him? He's good? Yeah, he's good. Okay. Well, a person that's like overseas, he learned it quick. Yeah, like, yeah. That's good. That's okay. Good. I popped the molly off my body, I'm sweat. Oh, no way, man. Okay, again, one more time. I popped a molly off my body, I'm sweat. I pop my body out my body, so I'm sweating. Ah, yes, I slap. No. 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 I popped a Miley. I bought my Miley out my body. Out my body. I'm sweating. Super, I'm sweating. You got good English, though. Okay. We learned it. Yeah. Wait, give them the last one. They not feeling my trituration. They didn't film my church situation. I say 3 out of 5, man. 3 out of 5. 3 out of 5. Okay. It's your turn. It's your turn now. Turn me up. I go first. Not just you, all of you. All of us. Y'all, yeah, all of you. Yeah, he good for this. He good for this. Yeah. He gonna win. Why we gonna get this around? شو رأيك باللي صار امبارح؟ شو قبل على شاكو قبل؟ شو قبل؟ شو رايك باللي صار امبارح؟ شو رايك لك شلون بار؟ شوفوا يا جماعه جهاد بيحاول يعمل معاه هالشيء. I know this. Okay. Like this. This is what you do with your mess. What did you say? Peace. Peace? Oh, that's my message. The other one I'm talking about. يا اخوانا بنحكي لكم انه دخل الاجانب دائما بيكون اعلى من دخل العرب. في شيء على اليوتيوب اسمه الار بي ام. الار بي ام هو قديش بتوع لك اليوتيوب على كل 1000 مشاهده. عنده فاني مايك وات از يور ار بي ام؟ اتس لايك 7 8 دولار. يا 7 8 دولار على كل 1000 مشاهده. اليوتيوبرز العربي ازعم واحد بياخذ دولار لدولار ونص على كل 1000 مشاهده. فشوفوا الفرق. دخل اليوتيوبرز الاجنبي عباره عن 7 اضعاف دخل اليوتيوبر العربي. ده لسه بدك تكمل محتوى عربي؟ نكمل. اوكي يا جماعه، رجعت على الشقه الان، ولكن مش هذا موضوعنا يا جماعه. الفوني مايك هو صديق سلام المقرب، وسلام بيعرفه من مده طويله جدا. فانا رحت هناك بنيه انه بس انه زائر واروح اسلم عليه ونتعرف على بعض فقط لا غير، ما كنتش ناوي اصور، ولكن صورت لكم جزء بسيط وتكملت الفيديو يا جماعه. والجوله بالوير هاوس وحتى قصه فوني مايك نفسه هو بيحكيها بلسانه، وشو صار معه قبل وشو صار معه بعدين، هاي تكملتها يا جماعة عن سلام. فاني مايك بيحكي بلسانه شو صار معه، وجولة كاملة بالوير هاوس اللي كلف نصف مليون دولار كحد أدنى. أول رابط موجود تحت في الوصف، هو فيديو سلام، روح عليه يا جماعة. وبدنا نوصل سلام 30,000، هذا الوعد اللي وعدته إياه. وهيك انتهى الفيديو اليوم. فاذكروا يا جماعة خير، وصلوا على النبي، أشوفكم في الفيديو الجاي، وسلام.